ولا تنس تصويري ولطفي في الحشا، وسلم إلي الأمر واعلم بأنني أدبر أحكامي وأفعل ما أشاء. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشتم مع تلاوة قرآنية طيبة مباركة، والتي تلاها على أسماع حضراتكم فضيلة القاري شيخ محمد عبد المجيد في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، والذي نكرم فيه الكريمة الراحلة التي انتقلت إلى جوار رب العالمين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. في هذا اللقاء القرآني أتقدم باسم سيادة اللواء فخري أبو حطب، وإلى سيادة الرائد هيثم فخري أبو حطب، الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء إلى عائلات الزوالات وعائلات الشيخ جميعا، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، ونيابة عن نقابة الأطباء بمحافظة الشرقية وبمركز هي، الذين يتقدمون إلى الدكتور عادل رشاد وإلى عائلات الزوالات وعائلات الشيخ جميعا. هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك الذي نعيشه مع حضراتكم إخوة الإيمان والإسلام في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، والذي أسأل فيه الحق سبحانه وتعالى أن يكرمنا جميعا بكرامة القرآن الكريم، وأن يشرح صدورنا بالقرآن الكريم، وأن يرحمنا برحمة القرآن الكريم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك عند الله سبحانه وتعالى، عندما تستمع فيه إلى آيات رب العالمين، وهذه هي الصورة التي تسمى بصورة المؤمنون، وبدايتها قد أفلح المؤمنون. فعندما خلق الله الجنة وجعل فيها كل هذا النعيم، نادى عليها الجبار تكلمي، فكانت أول كلمة تنطق بها الجنة للواحد الديان: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. هذا لكل من أراد أن يسكن جنة رب العالمين سبحانه وتعالى، وعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران عشب نابت فيها. كما أنني أتقدم نيابة عن قطاع الشرطة جميعا، اللواء محمد أبو المجد نصار الذي يتقدم بخالص العزاء إلى سيادة الرياض محمد بيك زيتون رئيس وحدة مرور مني القمح، وإلى المهندس محمد والعائلة الكريمة. ولكن أخي المستمع الكريم، هيا بنا في هذا اللقاء القرآني نعيش مع آيات مسك الختام، لأن هذا اللقاء القرآني قد أفاض رب العالمين على فضيلة القاري شيخ محمود محمد صابر. فهذا اللقاء أسأل الله سبحانه وتعالى، ودائما أدعو إليه، أن يتجلى عليه رب العالمين سبحانه وتعالى. آيات مسك الختام في هذا اللقاء القرآني، وفضيلة القاري شيخ محمود محمد صابر القارئ والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين، وأن يكرمني وحضراتكم بكرامة القرآن الكريم. فمع آيات مسك الختام فليتفضل.
يعني مجرد نفس عليا بشنجة انا تاج الشيخ محمد بسم الله الرحمن الرحيم إنه هو يبدئ ويعيد
إنه هو يبدئ ويعيد وهو العفور العدود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. الله يفتح عليك. صلى على سيدنا النبي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري إذا لم يظهر. الله يفتح عليك يا حلاوة. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. نعم. مش عايز اقول لك تيجي لو محمد الشربا وكان حدا معاك ورا البيت محمد يحيى. محمد يحيى يا رب يكرمك يا رب. نعم إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. نعم خش يا باشا خش. نعم إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو عليك يا مولانا. عليك يا سيدنا. اللهم صل على النبي. كده كده يا سيدنا. الله 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 الله. اللهم صل على سيدنا النبي. الله اكبر. الله اكبر. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد.
الهلال. يا صلاة النبي صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. حبيبي يا نبي ما بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما الله أكبر الله يزيدك يا رب يا صلاة النبي الله 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 هل أتاك حديث الجنود فرعون يا ثمود الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن في لوح محفوظ بل هو القرآن المجيد في لوح محفوظ والسماء صلوا على سيدنا النبي يا سلام طب يا صدق نقعد انا نمشي يا رب طالع من الجنة هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود يا سلام هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود أيوة يا سيدي جينا شرهم يا رب بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله صلاة النبي عليك. يا سلام، الله أكبر، يا صلاة النبي. الله عظيم جدا. فلينظر الإنسان مما خلق. استنى يا محمد، يا ابو صابر هيصدق منش عليك محمد على سيدنا النبي. يا سلام، ان كنت صابر يوما تبلى السرى. ما هو بالهزل
محمود عليك يا عم. صل على النبي يا صلاة النبي اللهم صل عليك يا نبي يا سلام. إن كنت صابر هات محمود صابر ادفع عليك اللهم صل على النبي. ليش مش إيه؟ إن كنت يوم تبلى السرائر. في سرائر تاني مفيش حاجة على السيد جن صحيح لك اهو. يوم تبلى السرائر فما له من قوة والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل الله أكبر. الله الله الله. إنه يقول فصل وما يهوى بالهزل إنهم يكيدون كيدا اللهم صل على النبي. نعم يا قرآن. الله أكبر يا شيخ محمود. طب نتغذى يا سيدنا بالقرآن الله عليك. عليك يا أستاذ. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا سيدنا. سبح اسم ربك الأعلى. نعم سبح اسم ربك الأعلى. الله أكبر شيخ محمود. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله كمان يا عم الشيخ محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. في كمان واحدة يا عم الشيخ محمود. لا خدتها جدا. بتاع المنوفية كده. صواب يا أخي. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي يا شيخ محمود.
سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى يقول كده عم الشيخ محمود افتح عليك لا اله الا الله يفتح عليك يا رب يا سلام حلاوة من فكرنا بالستين يا حلاوة من سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى عليك يا مولانا ايوه القفله الحلوه ده يا شيخ محمود حبيبك برضه صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام حبيب انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الله أكبر سبحانك يا رب سبح اسم ربك الأعلى
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى عليك يا مولانا. اللهم صل على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. يا سلام عليك يا ابو عمرو. يا سلام انت مقعدنا في الجنه. انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك للعسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على النبي بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علمك القلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر
افتح عليك. عليك يا شيخ محمود. اللهم صل على النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. يا سلام. يا حاج. الله يفتح عليك. حتى شك. الله اكبر. الله 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 الله. نعم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم رحمتك يا رب يا ارحم الراحمين ارحم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله السلام. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. قلم حلو. علم الإنسان ما صلى على النبي. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الفاتحة.